بمعنى الفكرة المطيعة عن الشتاء انك لما بتبرد هتدفئ، في حين ان الصيف اصلا ما حدش بيطيقه. بس الحقيقة ان احنا دلوقتي في الشتاء والجو اللي احنا موجودين فيه ده اصلا ما حدش طايقه، وكلنا بنقول امتى الصيف يجي بسرعة. زي بالظبط الفكرة المطيعة عن الشباب. الفكرة المطيعة عن الشباب ان الشباب تافه ما بيعملش اي حاجة في حياته غير انه قاعد على الفيسبوك وتويتر ومقضيها خروجات. بس الحقيقة عكس كده تماما، الشباب عنده وقت كتير جدا وطاقة كبيرة جدا ان هو يعمل مشاريع كتير ويعمل ايفنتس كويسة زي مثلا تيدكس اللي احنا موجودين فيه ده. بس انا مش جاي اتكلم النهارده عن ده ولا ده، انا جاي اتكلم على الفكرة النمطية لطالب الطب او للدكتور بصفة عامة. الفكرة النمطية عن طالب الطب انه لابس نظارة على كوباية، عايش حياته كلها مذاكرة مذاكرة مذاكرة، ما بيعملش أي حاجة في حياته غير ان هو قاعد قدام الكتاب. بس الحقيقة هو بصراحة الحقيقة في ناس كتير قوي كده، وانا لما دخلت الكليه اتصدمت ان في ناس كتير جدا. بس انا من طبعي ما بحبش الحوار ده، ومن وجهه نظر الدكتور لازم يكون دمه خفيف ويحاول يهزر مع المرضى ويعمل حاجات كتيرة جدا بالاضافه لدراسته الطب. بس المشكله مش فينا، المشكله في الناس. الناس هي اللي وصمتنا بالمنظر ده، قالت ان الدكتور لازم يكون لابس نظاره على كوبايه وبيتكلم بعنطسه كده وعايش حياته. فانا عايز اسالكم سؤال، هل لو انا جيت قلعت النظاره كنت جاي كسرها ورميتها وقعدت اتنطط على المسرح واعمل حاجات كتير، هل انا كده هتحول من الدكتور لبياع فكره مع احترام بياع الفكره؟ اكيد لا. حلو قوي، تعالوا نرجع بالتايم لاين بتاعنا سنتين ثلاثه ورا كده، وتعالوا نشوف حياتنا كانت هتبقى عامله ازاي لو مفيش اهداف في حياتنا، وكانت هتبقى عامله ازاي لو في اهداف في حياتنا. اقول لكم حاجه احلى، تعالوا نرجع اكتر اكتر خالص من قبل ما نتخلق اصلا. قبل ما نتخلق ربنا قال لك في القران ايه؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. شوف إحنا من قبل ما نتخلق وربنا قايل للملائكة الهدف من وجودنا. فإحنا من قبل ما نتخلق والهدف أصل في الكون وفي حياة كل واحد فينا. بس المشكلة إن إحنا بدأنا مرحلة جديدة أو فصل جديد في قصة طويلة بدأت لما كان الهدف أصل من وجودنا. الفصل ده اسمه الحياة الدنيا. كلام تقيل صح؟ مش فاهمين أي حاجة. ولا أصلا فاهم أي حاجة. سيبكم الكلام ده دلوقتي. وتعالى احكي لكم قصه حياه شاب جه الحياه الدنيا ديت وكان عنده هدف، ونشوفه بيكتب ايه في قصته. الشاب ده اسمه علي غزلان، او بمعنى اصح انا من صغري كنت شاب جميل جدا، كنت كيوت جدا، كنت عسول جدا، كانت عيني زرقاء، البنات كلها كانت بتجري ورايا، وكانت يعني كنت ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ طبعا ده مش انا اكيد بهزر. انا اللي بعديه ده انا ها يلا ده انا. زي ما انتم شايفين انا من صغري كنت من مخترعين مبدا صوابنا، مش واخد بالي. كنت كيوت جدا من صغري وكنت حساس جدا من صغري، لدرجه اني كنت بصور ببوزيشنز كتير في التصوير، لدرجه ان اشهر المغنيين في العالم اتصوروا بالصوره بتاعتي زي ما انتم عارفين ساعتها. دي حياتي وانا صغير، ما كنتش بعمل اي حاجه في حياتي غير ان انا قاعد بتصور بس ده وانا صغير. لما كبرت حياتي اتغيرت تماما. انا علي غزلان اصلا من كفر الشيخ. كنت الاول على مدرستي من الابتدائي لحد الثانوي، كنت بحب ادخل اي مسابقه وكل مسابقه، كنت بحب اعمل كل حاجه واي حاجه مع اني ما اعرفش اعمل اي حاجه. غزلان عندنا مسابقه رسم تيجي تدخل؟ يلا بينا، مع اني اصلا ما اعرفش ارسم. غزلان عندنا مسابقه كره سله تيجي تدخل؟ يلا بينا، مع ان اصلا ما اعرفش العب كره سله. غزلان عندنا مسابقه غنى تيجي تدخل؟ يلا بينا، مع ان صوتي باشح جدا، يعني سيفون الحمام صوته في شعري عندي. يعني كل ما اغني قصاد حد مديني البوكس في وشي، يا اما اشتغلت في بطني، الا مره واحده بس غنيت قصاد شيخ، لقيته ابتسم. قلت له ايه ده؟ انا صوته حلو. قال لي لا الفكره مش كده. قلت له امال ايه؟ قال لي انت دليل حي على ان الاغاني حرام. استاذ لغه عربيه وقال لي غزلان عندنا مسابقه شعر تيجي تدخل؟ هنا بقى ما قلتلوش يلا بينا. ليه؟ انا كنت زمان الدخ في الره، الحمد لله بعد كده دخلت فوناتكس والره عندي اتظبطت. اه والله امر امير الامراء بحفظ بيت القس حرام، الره عندنا زي الفل دلوقتي. زمان كانت الره بايظه، قلت له ما ينفعش انا الدخ. قال لي ده انا جايب لك قصيده 100 100. قلت له قصيده ايه؟ قال لي جايب لك قصيده للشاعر العظيم احمد رامي. قلت له الشاعر احمد يامي؟ بدات القصيده كفر كده يعني. فالمهم قعدنا نتناقش مع بعض، الحمد لله ما جاب لي قصيده تكاد تكون الريح فيها منعدمه. قلت له اعمل؟ قال لي اعمل.
دخل كل داخل المسابقه عامل حساب ان زي اي مسابقه هدخل وهفشل وهضيع، بس دخلت المسابقه لان اتدربت شويه وكان عندي هدف ان اكسب فيها. الحمد لله نجحت فيها وبقيت الثاني على المحافظه. قلت ده حاجه كويسه حصلت لي وده هدف كبير حصل لي، انا لازم احقق حاجه احسن وحاجه احسن وحاجه احسن. دخلت المسابقه دي مره واثنين، كل سنه قعدت ادخلها، مره اخسر مره انجح مره اخسر مره انجح، لحد الحمد لله في ثالثه ثانوي ما بقيت الاول على الجمهوريه والسابع على الوطن العربي في الالقاء الشعري. هنا في سؤال مهم بيطرح نفسه، هو ممكن الواحد يحقق انجازات من غير ما يكون عنده هدف؟ بصراحه اه، بس الفكره مش تحقيق انجاز وخلاص. هقول لكم بعدين. جبت في الثانوي 99.4 وجالي في كليه طب اسكندريه، الكليه اللي كنت بحلم بيها. ستوب هنا ثانيه، انا قلت الكليه اللي كنت بحلم بيها، هو في فرق بين الحلم والهدف؟ بصراحه اه، في ناس بتقول ان الحلم عكس الهدف وان الاحلام ما بتتحققش وعشان تتحقق لازم تحول لاهداف، وفي ناس بتبص الحلم على انه هدف كبير غير منتهي كل ما تحاول تقرب له بيبعد، بس لما بيبعد بيكبر، ولما بتحاول تقرب له بتلاقي نفسك وانت مش واخد بالك بتترسم لك طرق كتيره في تحقيق حلمك ده، بس الفكره مش في تحقيق انجازه خلاص. كان حلم كبير جدا، كان حلم ابقى دكتور مشهور كده وهعالج الناس كلها ببلاش وبخترع يعني بحاجه جامده جدا واعمل كده مثلا ايه ابقى حاجه زي دكتور مجدي يعقوب. دخلت الكليه فاكر من اول يوم ان خلاص ابقى زي دكتور مجدي يعقوب. داخل الكليه طلعت من الثانوي اتاكدت ان خلاص طلعت من عنق الزجاجه. اول ما دخلت الكليه اتاكدت ان انا طلعت من عنق الزجاجه بس بقيت في الشلبوه. لقيت الناس كلها بتذاكر 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 في حين انا ما بحبش ده، انا بحب الحيوان والانطلاق، بحب اعمل حاجات كتير جدا. وهنا في مهاره لازم تكتسبها وانت بتجري ورا احلامك وبتطارد اهدافك، وهي مهاره المرونه. لان مش كل الطرق هترسم لك ومش كل الفرص هتجري وراك. لازم تتعلم تغير طريقك لهدفك من غير ما تغير هدفك نفسه ولا تتنازل عن حلم. قررت استغل قدرتي على التمثيل، كنت بعرف امثل، عملت برنامج على اليوتيوب اسمه قهوه طب. البرنامج الحمد لله لو اي حد في طب اكيد اسمعه لانه وصل لفيوز كتير على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، الناس كلها فرحت بيه جدا. الناس اتقسمت نصين، في نص من الناس قاعد يقول ايه الجمال ده؟ ازاي حد في طب يعمل حاجه حلوه دي؟ انت جامد جدا، انت جامد بغباء يا ابني، ايه الحلاوه دي؟ وفي ناس قاعد تقول ايه التفاهه دي يا ابني؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا ابني ركز في شغلك يا ابني، انت دكتور يا ابني، فكك من تفاهه الدكتور لازم يكون قيمه وعظمه كده، فكك من الكلام ده. لو انا كنت بصيت للكلام ده كان زماني عشت عادي ومت عادي. ده كان النقد الهداب. لو كنت سمعته ما كنتش هبقى حاجه، بس انا سمعته وعملت نفسي من بالها. نصحنا من بالها. بس انا سمعت الكلام اللي هو رفعني من فوق. قال لي انت نقد بناء، سمعت الكلام بتاعه واستمريت في حواري، والحمد لله ممكن ده يكون باب اتفتح لي عشان اقدر احقق حاجه فيه بعد كده. كنت في قافله طبيه لسيوه لقيت واحد صاحبي اسمه حسام بيكلمني بيقول لي علي عندنا حفله ستاند اب كوميدي، عايزك تيجي تعمل فيها فقره. قلت له اجي اعمل شعر؟ قال لي لا هتيجي تعمل ستاند اب كوميدي. قلت له بس انا ماليش في الستاند اب كوميدي. قال لي لا عايزك تيجي تعمل ده دمك خفيف. قلت له بس انا ما اعرفش اصلا اعمل، ما اعرفش يعني ايه ستاند اب كوميدي. قال لي يا ابني حاول دي فرصه كويسه. شوف حسام قال لي ايه؟ حاول وفرصه. ولو انت فعلا عندك حلم وهدف عايز توصل له حاول تستغل اي فرصه تجيلك. الفرصه نعمه من ربنا وشكر النعمه انك تستغلها. حسام قال لي حاول حاول حاول، دي كلمه سحريه، بس لما تنوي تحاول انوي انك تنجح، مش بس تقول انا حاول وخلاص جايز افشل. لا، الفشل مش عيب، الفشل حقيقي انك تبطل تحاول، لانك كل مره بتجرب وبتعدل هتوصل، انما لو بطلت تحاول اكيد مش هتوصل، يبقى انت كده فعلا فشلت. حسام قال لي حاول، قررت احاول. بما اني ما اعرفش ستاند اب كوميدي قررت اعلم نفسي بنفسي، دخلت على اليوتيوب جبت فيديوز كتير لناس اجانب وناس مصريين وناس عرب وقعدت اسمع، شفت ازاي بيكتبوا السكريبت، عملت سكريبت كويس جدا 5 دقايق بالظبط، ورحت عشان اقول داخل بقى فاكر ان هبه جامد، صدمت الناس جامده جدا بتقول ستاند اب كوميدي، وانا اول مره اقول، قلت بس انا العب لعبه سحريه، انا احط في الاخر حته شعر من اللي هي الحاجات اللي بتضحك بتاعتي، انا مجربها، انا اول جمهوريه في الشعر. دخلت قلت الستاند اب كوميدي وبعدين الشعر، اتصدمت ان الناس حبت الجزء بتاع الستاند اب كوميدي اكتر مليون مره من الجزء بتاع الشعر، مع اني اول جمهوريه في الشعر واول مره اقول ستاند اب كوميدي، بس حبيت ضحكه الناس وحبيت فرحتهم. هنا كانت الناس بتضحك، هنا كانت الناس بتبتسم، الضحك احسن من الابتسامه مليون مره. قررت ان ادوس في المجال، زودت السكريبت بتاعي ل 10 دقايق كاملين،
واحد صاحبي كلمني في جامعه فار، جامعه خاصه اسمها جامعه فارس، قال لي علي عندنا حفل ستاند اب كوميدي تيجي تعمل؟ قلت له قشطه، انا بقيت ستاند اب كوميدي جامد، انا اشهر ستاند اب كوميدي في مصر، انا عملت حفله خمس دقايق. قال لي تعالى. بما اني كنت رحت وكان في 15 واحد بيقدم وكان في اكتر من 1000 واحد موجود، الحمد لله الناس كلها كانت ميته من الضحك لدرجه ان هم قالوا ان انا كنت احسن فقره كانت معموله في الحفل. دي كانت حاجه حلوه جدا بالنسبه لي. بس الحاجه الاحلى بقى اني اكتشفت ان بعدها مكتبه اسكندريه بجلاله قدرها طلبتني ان انا اجي اعمل ستاند اب كوميدي في حفله كبيره وفي ايفنت كبير كان معمول. رحت ومن بعدها الحمد لله الطريق اتفتح لي جدا لدرجه ان انا نجحت وفي سنه واحده بس قدرت اعمل 22 حفله في اربع محافظات مختلفه. اربع محافظات مختلفه. ومن احسن الحاجات اللي انا فرحان فيها، اعتقد في ناس كتير شافتها، ان انا في حفله التخرج بتاعه طب اسكندريه 2014 كنت عملت فقره خطوبه. كان في واحد عايز يخطب واحده مي ونهى لو حد سمعها، بتاع ده عدى مليون فيو على اليوتيوب. لا كانوا عايزين يتخطب وبتاع، فانا اللي كنت نظمت في الحكايه ديت يعني وظبطتها. بس هقول لكم حاجه، الحكايه انا مش زباله في الخلاط يعني، انا اتمرمطت. بس الفكره انت كل ما بتتمرمط اكتر كل ما بتكتشف في نفسك مهارات وخبرات اكتر تفيدك في حياتك. يعني على الرغم ان انا حلو في المجال الكوميدي، فانا كمان مشارك في المجال المجتمعي. انا مشارك في حاجات كتير في السيفل وورد، في جمعيات كتير جدا، جمعيه طبيب المستقبل، القاده الاجتماعيه، واي بي، رأس حاجات كتير جدا، لدرجه الحمد لله من كتر ما الناس بضحكهم سموني هابينس ميكر. انا فكك من الاسم ده، بس هم اللي بيقولوا عليا كده. بس زي ما قلت لكم الحياه مش زباده في الخلاط يعني، يعني انت مش تتولد دم خفيف. واحد صعب يجي يقول لك تعالى اعمل حفل ستاند اب كوميدي خلاص اتشهر. انا اتمرمطت. على الرغم ان في ناس بتقول كتير انت دمك خفيف جدا، في ناس برضه بتقول انت دمك تقيل. يا ابن الهبل اللي انت بتعمله ده؟ ايه العبط ده يا ابني؟ فكك من الهبل ده يا ابني، انت دكتور يا ابني. بس الحاجات دي بتبقى بالنسبه لي زي الاختبارات، وكل واحد فينا قابل اختبارات. الاختبارات دي بتبقى زي تشيك بوينتس كده في حياه كل واحد فينا. على اول كل مرحله جديده بتختبرك لو انت جاهز هتعدي منها وهتوصل لمرحله افضل، ولو انت مش جاهز هتسقف لك وهتساعدك عشان توصل للمرحله الاحزن دي. لو انت عندك حلم فكك من التحديات الصعبه اللي هتقابلك وواجهها، واعرف انها هديه من ربنا ليك. لو ما كانتش هديه ما كانش ربنا جابها لك. دي تعتبر هديه من ربنا ليه؟ لحد الحمد لله دلوقتي الحفلات هي اللي بتجيلي مش الحفلات اللي بروح لها. في سؤال كبير جدا اكيد بيدور في عقل اي حد فيكم دلوقتي، هو ايه علاقه الطب بالستاند اب كوميدي؟ او بمعنى اصح ايه علاقه ده بحلمك الكبير اللي انت قلت في الاول انا ابقى دكتور مشهور واخلي الناس مبسوطه وكده؟ من وجهه نظري العلاقه جامده جدا. ان انت تخلي حد مبسوط وتدخل الفرحه في عيونه، ده في حد ذاته بيحسن من نفسيته لو كانت نفسيته بايظه. ده غير ان الضحك بيستخدموه كعلاج لبعض الامراض النفسيه. غير انا دكتور فايدتي ان اريح الناس، مش شرط بالعلاج، ممكن بالضحك او بالابتسامه او بالمساعده الشخصيه. ويمكن ده الفرق بين الحلم والهدف اللي قلت عليه في الاول. ولان حلمي كان اني اغير حياه الناس للافضل وابسطهم، فانا كل ما بسعى اليه بلاقي اهداف كتيره بتتحقق في طريقي لتحقيق حلمي الكبير ده. ويبقى السؤال اللي بيتسال لي كل شويه، ولو فتحت الفيسبوك عندي كل 100 رساله مثلا تلاقي فيهم 99 سؤال من ده، هو ازاي علي وزان ستاند اب كوميدي وبيعمل حفلات كتير وفي كليه الطب اللي هي اصعب كليه وفيها دراسه كتير وبيجيب تقديرات عاليه وفي السيفل وورك وماسك مراسل كبيره، انت بتجيب وقت منين؟ بتعمل ده ازاي؟ حلو جدا. الاجابه سهله خالص، احنا كشعب ما بنصدق نتحجج باي حجه عشان نبرر عليها كسنه واخطائنا. ما بتذاكرش ليه يا ابني؟ والله العظيم يا باشا الورق كتير ومش عارف اذاكر والدنيا صعبه. ما بتخسش ليه يا بطه؟ والله العظيم انا بص انا باكل سلطه مع شاورما مش عارف اخس مش عارف اعمل ايه. ويبطل سجاير ليه يا معلم؟ ما هو يا باشا انا خرمان والدنيا بايظه معايا خالص. هقول لكم حاجه، علي غزلان او اي حد هيطلع يتكلم معاكم مش سوبر مان ولا بيطير، لكنه اتدرب. الفوله في التدريب. عايز تتعلم تذاكر صح؟ اتدرب ذاكر صح واحده واحده لحد ما تبقى حد كويس. عايز تبطل سجاير؟ اتدرب بطل سجاير واحده واحده لحد ما تخلص. عايزه تخسي؟ اتدربي تخسي بانك تلعب رياضه وتاكل اكل صحي، مش انت تقعدي زي البطه مستنيها هاري بوتر يجي يعمل لك تعويض ريجيم. حتى تعاملاتنا مع الناس محتاجه تدريب، حتى الفاشل بيتدرب عشان يكون افشل وافشل. هي دي الفكره. الفكره في الحلم. حلم ما بينتهيش. بيكبر كل ما بتكبر.
رسالة وغاية، كلمة كبيرة تتخطى ما اسمعها. الناس كلها تقول لك انت عبيط، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها خلي كل الناس سعيدة، مفيش حاجة اسمها خلي كل الناس مبسوطة، مفيش حاجة اسمها انصر العدل في الأرض، ما يبقاش في جريمة، ما يبقاش في تحرش، ما يبقاش في أي حاجة، مصر تبقى رائدة في العلم، بلدها هتبقى زي أوروبا. لو حد قال لك كده اعرف أنت صح، هو ده الحلم. عشان كده عايز أطلب منكم طلب، ممكن كلكم تغمضوا عليكم؟ غمض عينيك، اختار لك حلم، حلم كبير، حلم يخط الناس، وافتكر انك جواك قدرات عظيمه ربنا اللي حطها فيك، وامر الملائكه تسجد لادم ابوك علشانها. انت خليفه، انت المسؤول على الارض، انت ربنا خلقك عشان حاجه كبيره جدا، واهلك بالقدرات اللازمه لتحقيق الغايه دي، وكل ميسر لما خلق له. افتكر انك عندك قدره عظيمه جدا ومهاره سحريه اللي هي مهاره اكتساب المهارات، ان انت عندك القدره ان انت تتعلم اي حاجه جديده وتعدل من نفسك لو ما عندكش حاجه. اتعب، اتعب، علشان كده كده هتتعب. هتتعب لو عشت مالكش لازمه ومالكش هدف، وهتتعب لو عشت ليك لازمه، بس ساعتها التعب هيكون بفايده. ممكن تفتحوا عينيكم؟ هنصحكم نصيحه اخيره، لو كده كده هتتعب، اتعب علشان حاجه تستاهل، اتعب علشان حاجه تنفع الناس في الدنيا وتنفع الناس في الاخره، وهتنفعك برضه في الاخره. ساعتها ربنا هينفعك في الدنيا والاخره، وهيفرحك في الدنيا والاخره. ده حلمي وهدفي اللي بيتحقق على الطريق. يعني على سبيل تحقيق الاحلام، تعرفوا ان انا النهارده وفي اللحظه دي اعتبر حققت حلم من احلامي. انا من 3 سنين بالظبط كانت امنيه، كان ليا امنيات كتيره في حياتي وكاتبها في ورقه اسمها وش ليست. الورقه دي قدرت احققها كلها ما عدا حاجه واحده بس، قدرت اسافر البنات اللي عايزها، قدرت اشتري الحاجات اللي كان نفسي عايزها، بس حاجه واحده بس ما قدرتش اعملها، ان انا ما كنتش عارف ابقى سبيكر في تيدكس. النهارده قدرت ودلوقتي معاكم بقيت سبيكر في تيدكس وخلصت الجيش. انا كده خلصت، بس عندي طلب اخير ليكم. احلموا، مش بس احلموا، لا حققوا حلمكم، والا عيش بطه وموت بطه. شكرا.